حصول الأرض. ربما تساءلت ما هو السبب الرئيسي لحدوث هذه الفصول، وإذا علمنا السبب بطل العجب. تقديم وإنتاج علم الكهرباء عالم الاختراعات، الباحث في الجسيمات الأساسية أحمد أبو مالك. والآن دعونا نتعرف على أسباب حدوث هذه الفصول الأربعة، وسنركز على فصلي الشتاء والصيف. في البداية يجب علينا أن نعلم أن كوكب الأرض مائل. كيف نحدد اتجاه الميل في الفضاء للشكل الكروي؟ أي مجسم كروي عندما يدور حول محوره، أي حول نفسه، يتشكل له قطبين، ثم نأخذ خطا مستقيم يقطع القطبين. حتى الآن لم نحدد ميل الأرض. عندما نأخذ محورا سيني من مركز الشمس، ثم نضع العمود الشمسي الذي تدور حوله الكواكب، نضعه في منتصف الكرة الأرضية، سنجد أن الخط المستقيم الذي يقطع قطبي الأرض مائل 23.4 درجة. في فصل الشتاء تكون الأرض أقرب للشمس وتبتعد 147 مليون كيلومتر، وفي فصل الصيف تكون الأرض أبعد 153 مليون كيلومتر. في البداية سنجد أن هذه الأرقام مخالفة للمنطق. دعونا نعلم ما هو السبب. نبدأ من فصل الشتاء. يكون اتجاه ميل القطب الشمالي في فصل الشتاء بعيدا عن أشعة الشمس، متجه لخارج مدار الكوكب، ولهذا السبب لا تصل أشعة الشمس إلى الدائرة القطبية الشمالية. يبقى ليلا لعدة أشهر، وكلما ابتعدنا عن القطب الشمالي باتجاه خط الاستواء تظهر أشعة الشمس، وبنفس الزمن يحدث العكس عند القطب الجنوبي، إلى أن الدائرة الجنوبية لا تتعرض لأشعة الشمس بشكل كامل، والسبب هو أن موقع الأرض أسفل الشمس بقليل. وعندما تكون الأرض في الجهات المقابلة لمدارها في فصل الصيف، وبسبب أن اتجاه ميلان الأرض ثابت لا يتغير، يكون ميل القطب الشمالي للداخل يقابل أشعة الشمس. ملاحظة، يجب علينا أن لا نخلط بين خط الاستواء للأرض كما في الفيديو بالخط الأخضر، وخط الاستواء إن صح التعبير لأشعة الشمس بالخط الأحمر. بسبب كروية الأرض فإن الأشعة تصل لنصف الكوكب بغض النظر عن ميل الأقطاب، وعلى هذا الأساس معظم اليابسة تتعرض للشمس ساعات أطول في فصل الصيف، وخاصة في مناطق الشرق الأوسط. بسرعة 108 كيلومتر بالساعة تتحرك الأرض في المدار الذي يبلغ طوله 950 مليون كيلومتر تقريبا، وإنها سرعة رهيبة نتحرك فيها ولا نشعر. فلو أحببت مشاهدة المقارنة بين سيارة سباق سرعتها 300 كيلومتر في الساعة وبين عشر سرعة الأرض، فهكذا سيبدو الوضع، سرعة جنونية.